هي فما الكهرب، فما الصنور، فما القدوسة، بواسان شا، فما كل خير. والله أنا ما عنديش برشا بريسك، يمكن 10 سنين، أما أكيد ما نبيعش. والله ما نبيعش بالكل، ما عمري ما بعت كعبة. ناخد الفرد ناكله، نعطي الفرق على الولد الحومة جيران، الفرق ناكله نحن في الدار. لا مش كل يوم، زي قلت مرة في الجمعة، في الجمعة كي مرتين في الجمعة. أنا حاب نبدل الجو، هواية مش معناها خدمة عمل. والله يا خويا الله يرحمه، خويا الكبير الله يرحمه، ما كانش معناها فهمت هيك. زي قلت بحذا كنت نخدم أنا في قهوة، جو بحذا حواته فهمت صيد يصطاد يحكوا نتاع الحوت ما عرف شنو فهمت، وكان لاباس عليه شوية هيك تغرموا بالحوت غرمني انا وليت نصطاد حتى الماتريال بتاعه هو حد شيء. هذاك اللي ورث عليه، ورث عليه هذاك اللي كان القصبة هذاك. بالطبيعة ديما متفكروا انا خويا، مش ديما متفكروا خويا ديما كاب شنعمل. اما والله ما عرفش بالضبط بالضبط، فما تفهم نجم تحكي فما عباد خويا، فما حتى اخويا خير من العالم الكل، خير من كنوز العالم مش خير من العالم برك. فما 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 بالطبيعة مازالت عباد لاهي بوضعيتها، كل واحد الستريس على الوضع، فما تعلم عايش على فما تدي تخدم تاخذ من 30 ب 40 الف، ما عادش تقضي بها فما تقضي نتاع عشية نتاع فطور. الناس كلها يعرفوا هذا، الدنيا غليت بطبيعتها، الدنيا غليت فما صاحبي اش نقول لك. ما تنجمش تعيش برجوليز من هارك 70 80 الف، تنجم تعيش كل عبيت كيما يعيشوا هما مش كيما نعيشوا نحن زواول. هما شكون اللي شادين الكريس؟ شكون هما؟ لازم نعيشوا كيما هما. شهري قداش شهري يا صاحب؟ اقل شهري 4 5 ملايين، اقل شهري هذا. هاي كيف انا ناخذ 600 الف 700 الف صحيح ولا هيك؟ ما هو يخبي 4 5 ملايين، هو بور من تحت الطاولة، شنية تحت الطاولة ما شالو، ها شوف لي خدمة لولدي، ها شوف لي من عرش شنية، ها فهمت الكل واسطة في الحكاية ذيك صحيح ولا؟ أنا غالط أخو هاي ما عادش تبقى واسطة. فما فهمت أربعة من الناس الفوق فهمت و90 و900 لوت فما يا صاحبي، فما فماش هذي الوسط نحن هاري شو سل الغلية فهمت؟ لا هو أعلم على سل الغلية فهمت؟ مش شعب نورمال، مو شعب أخويا فهمت؟ بصراحة 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 شعب ياخو موقف في الحكاية ذي بالحق نحكي معاه نورمال، مو شعب ياخو موقف يا أخويا. شنو حاجة أنت الفلفل ب 4000 على شنو ياخو فيه؟ أنا ب 4000 الطماطم ب 3 على شنو ياخو فيه أنا الطماطم؟ صحيح ولا يا أخويا؟ هي على شنو ياخو فيه؟ خليها ترقد يا مو هو زيد فهمت من الدولة شوية. أنت الدولة أخويا استورد لنا من البر، السايب أخويا رجال الأعمال خل تخدم، سايبك المخل تخدم اخويا، انت ما نجمتي سايب لعبة تخل تخدم على الارواح. تو مثلا ابسط حاجه، انت بيع سكر عنا نحن السكر في تونس مع ناس سكر، انت كي باش دخل السكر من زيري فكوه لك، علاش فكوه لك؟ علاش فكوه لك فيه؟ باش انت ما تدخلش الفلوس تبقى ديما تحت رحمتهم هم. الدولة وين الدولة؟ ما دخلت حتى شيء الدولة، لا حبت هي تدخل لا حبت تخلي المواطن يدخل. هي مو سايب انت لعبة تخل تخدم على الارواح، هي عمل فهمت عين شافت وعين ما شافتش. دقت خلك 10 كمين فهمت، تشد منهم كاميون اخوي جيت عندي تحب تاخذ عامل كيما كان بن علي قبل، يدخل لك 20 كاميون فهمت، تشد لك 4 5 يخلي لهم 18 تدخل على الارواح. هاي مال شنو في متناول الجميع اسوا من علوش من المليون الفوق صح. نضمن لك انا السنه فما دونك 70 80% مش عايد، نضمن لك انا 70 80% من التوانسه مش عايد. علاش؟ شكون انت عنده مليون فاضل ولا مليون نص فاضل؟ شكون اللي عنده فاضل؟ حتى واحد. ما هوش قادر باش يعبي قفه نتاع خضره، باش يقدر على العلوش عيد؟ قفه نتاع خضره مش قادر عليها صاحبي. خي انا راني ولد بلاد وندور فهمت ولا سواق معناها ما فهم يخزر لك فهمت، تجيك امراه طولها بطولها ولا راجل طوله بطوله يجي يقول لك حط لي فهمت 4 قرون فلفل وكعبتين طماطم صاحبي. هذا ما يعقل، تتكلم تمشي للحبس، تسكت تاكلها في ضلعتك وانت هكاك هو اسكت تكلموش، ما عندكش باش تتكلم مع شكون باش تتكلم انت؟ أول مرة أنا جاي فهمت إذا مثلا تسجلني مع شكون باش تتكلم انت؟ شكون باش تحكي معاه؟
اول مره شكون مثلا باش يكلمك انت؟ وشكون باش يسمعك من اصله انت؟ باش تحكي معاه يسكر عليك الباب ويمشي على راه ولا يدخل البيرو نتاعك وانت يحقرك يا بعضك وانت الحاكم يا بعضك ما عرف شنو شكون مع شكون باش تحكي؟ وعندي شكون انا بحذايا فهمت انا من المؤتمر بطبيعتي فهمت؟ شكون مسكين فهمت 8 شهور توقف هكا يحكي مع المؤتمر اللي بعث له الحاك 8 شهور توقف وكبير 60 سنة و 65 سنة بعث له الحاك قال له كي يتقبح فيه ويحكي مع من على مسكين فهمت على مصلحته على المعيشة يحكي معه ويحكي مع المطريب بصفة عام ايش شوف اخوي العبيد كيفاش عايش شد قد ايه عام شدوا العام ونص الراجل ملك قلب 300 هكتار ملكها شبي هذا المعتمد مالا وينك انت قلب 300 هكتار سيد كيس في عام ولا عام ونص شد هو اللي بكرهبت ولا ما عرفش هي فهم طولت للعباد يدي شي يحبس المخ عندك حق صح اخرج دول انت في السوق وشوف العباد يخرج لك تكراج دول وبتبول صعب يا اخي ما تغذكش انت هذا يوصل فهمت الخضار فهمت يقول له حط لي فهمت اربع قرون فلفل كعبتين طماطم فهمت ورطه البطاط ما تجيش مش معقول هالدوله ساكته ما على بالهاش بحتى موضوع فهمت هو المواطن مسكين هاكا ياكلها وساكت شنو الحل في الشباب؟ الحل في الشباب زي ما كلها تحرق وزي ما كلها تخرج اخوان شباب زي ما انا نصحها انا زي ما كل ما يقعد حتى واحد في تونس خليها لهم لامهم كان نلقى حرقه نحرقها صدقني نلقى حرقه نحرقها امورهم بعد ربي يعمل الديل هذيك اعطيني نحرق انا وبعد ربي عم بتبيع باش نحي الستريس صدقني نهرب لهنا باش نحي الستريس لهنا ننسى برشا حاجات مش معبي برك انا قال مش انا برك التوانسه الكل راه التوانسه الكل قلوبها معك غير مساكنك اهو ما عندهم صبري انا صابرين انا صابرين انا صابرين الواحد يلقى روحه في الكبر انت عندك ثقه انا في روحي ما عنديش ثق انا في روحي اصلا ما عندي ثق مش في الرئيس ولا في خالي ولا في عمي ولا ما نعرف شكون انا في روحي ما عندي ثقه صح شنو انت تخدم 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 من الصباح لليل فهمت تخدم على 10 دينار انت معقول هذا تخدم 13 14 ساعه على 20 دينار تخدم على شنو باش تعمل بها 20 دينار باش تاخذ باكو دخان باكو دخان 6000 فرنك ياخو كاسكروت وقزوز هذو مفهمت مع 10000 مشو اش تبقى لك 10000 شو مش تعمل بيت ما عندك ما باش تعمل به هذاك اخوي وضعنا في تونس وانا راضين بيه وانا ساكن يا اخي هاني نهرب انا كي لهنا فهمت ناير والناري في الجماعه نهرب لهنا باش نحي شوي ستريس توصل للدم يطلع لي 18 19 ما حبش يطيح لي من الستريس شوي 99% من التوانسه يعانوا في اللبس العالي فيها 99% انا نخدم في قهوة معناها للعباد للنهار كامل بحذاي نسمعها شنو تحكي فهمت وانا بنحكي معاهم فمن نفس الموضوع نحكي فيه انا راه يحكوا فيهم نفس الموضوع مش يحكوا واحد مبارك قال لهم انا اللي يحكي واحد قلت لك قال لهم انا اللي ما يعودش يجري في الكياس يعود يجري ومنحي في حوايج ويجري مش يحكي واحد ويتكلم ويمشي ليها يعود يجري في الكياس ومعرفش منحي حوايج ماش تتصلح وضعيتنا في تونس ما تتصلح ما عادش تتصلح جمله وزيد دخلك على فارقة فهمت فهمت قد 25000 ولا قد هي انت كيفاش تعيش معاهم انت هذو صحيح 25000 وصلوا ولا فارقة لهنا هي علاش تعيش اكثر من الاتواق يا اخي انا في بالي ب 25000 ومازالوا داخلي هي انت كيفاش تعيش لهنا مازلت تشخلت على خبزة تزيد عام وعامين اخرين تعود الخبزة فهمت بصيف باش تاخذ تشد صيف في يديك باش تاخذ خبزة قداك باش تاكل وما دخلتش عليها هي ملاوين تمشي نسيت يقول لك افارقه وجانب ما نعرف شنو ما نعرف شنو مش دخلنا فيهم نحن اخويا دي صايب لهم البحر كيما تصايب لنا نحن البحر صايب لهم هم هي مالكم يا لهم انت صايب خليه يخرج على روح مش دخلنا فيهم نحن ايطاليا فرنسا شنو عملت لنا نحن شنو عاتيتنا في تونس شنو عامل وريني فرنسا ولا ايطاليا ولا المانيا شنو عاتيت تونس دي صايب خليه يخرج على روح العبيد في حل البحر في حل الدنيا الكل خليه يخرج اللي باش يعيش خليه يعيش اللي باش يموت يرتاح من عمره خي ولا بالحق كل حتى توانسة فارخ الكل خل تحرق صاحب خل تحرق خل تخرج على الروح الكل بخضر بتونس ما عادش تصلح راه تونس راي ما عادش بتبيع اخي بلادي نحبها ونغير عليها انا مهما كان سيف عبارة امه ولا اختي ولا بنتي ذيك بتبيع نغير عليها ما نعمل فيها حد شيء فهمت يا اخوي الظروف تلزك انت ماذا كاو الظروف تلزك انت باش توصل تعمل برشا حاجة يلزمك باش تحرق يلزمك باش تخمم باش تعمل المستحيل باش تجيب الفرنك الزر نفرحان خاطر شعب مغفل بالحق شعب مغفل كيخ ذا كيك فهمت مسؤول يسرق ويتفرجوا فيه شعب مغفل تي يخرج خرجوا تي شدوا من وذنه وخرج شدوا من شعره وخرج يعني ها في بينا بيه لسرق او في بينا بيه ما عرفش شنو يعمل في بينا بيه هم ونتفرجوا فيه انا صاحب يكسب 300 هذا في بينا بيه 300
ضيف بنها بيبرك قلت رئيس بلدي مزيكي شاب عام كامل برا شوف الفيلا نتاعو في بنزر تعمل 500 مليون عام شاد 500 مليون الفيلا نتاعو في بنزر رئيس بلدي وماتري ولد بليت تحكي ما يحي ما يعرفكش كان يقعد يشرب معاي يا ملخ نقعدوا قاعدين مع بعضنا كيك فهمت قبل ما شد نقعدوا قاعدين نشربوا مع بعض ماشي يعرف تحكي ما يقول لك بيه تو كتجي تمشي لما تلقاه وش بعد هم الرجل بيلا في بنزرت 500 مليون برا شوف كراب بلي بقى هزا والي بيبان منظر شكوب هم منظر يعني منظر